الحلقة دي عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخترع فريق ثالث، فريق المؤمنين وفريق الكافرين. هو لوحده كده راح طالع بفريق، وكان له طبعا أصحاب له والطرف الثالث اللي كنت بدور عليه بقى المنافقين اللي هم ضيعونا قبل وبعد وإن كان النفاق أشد كفرا. فهذا الرجل اسمه عبد الله ابن أبي ابن سلول، رأس المنافقين، خاض في مشكلات عديدة، وذكر في القرآن أكثر من مشكلة خاصة به هو شخصيا. يعني هو الذي قاد، يعني ده يعني إيه بيقول عليه سوابق، رأس المنافقين وسوابق في, 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 في النفاق. رجع بأصحابه في غزوة بدر، أول غزوة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يحارب بها أهل الكفر والعناد، رجع هذا المنافق بأصحابه وخذل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بقى النفاق، ان يبقى عندك عدد عامل حسابك انك مثلا معاك 500، هو خد 85 تقريبا، لكن الله نصر نبيه بهذا العدد القليل في هذه الغزوه، لانه انت نصر الله ينصركم. نعم نعم. فحصل ان هو سحب اللي كانوا معاه، سحب اللي كانوا معاه ورجع، وده اول موقف من مواقف عبد الله بن ابي. ثانيا كان هو راس الافعى في حديث الافك، الذي يعني هو اول المتكلمين وخاض وفي هذا الكلام. حديث الإفك اللي هو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي اتهمت كذبا وزورا، وجاءت البراءة من فوق سبع سماوات، جاءت براءتها من الله السلام. إذا المنافقين هم اللي مضيعين بلادنا، هم اللي بيتفقوا مع برا قبل ما يتفق جوه، ويقول لك أنا معاك ومع طرف تاني. وهنا يعني لازم نتبين وتعرف مين اللي معاك، وتعمل صدق للنوايا. هنا الإخلاص، هنا تبقى صف واحد، هنا تلفظ اللي هم نص نص، لا هو معاك ولا هو عليك، وهنا بتيجي الهزيمة. السلام حتى لو في فتنة، وطلع شائعة ربنا برأ ستنا عائشة، عائشة من فوق سبع سماوات. لكن الحدث الأعظم من كده كمان، هذا الرجل في غزوة بني المصطلق لما عادوا قافلين كان قد قال كلمة سجلها القرآن وصدقها القرآن، ولكن على عكس ما كان يتمنى هذا المنافق. قال: ما نحن والمسلمين إلا كما قال الأول، سمن كلبك يأكلك، سمن كلبك يأكلك. يعني إحنا فتحنا لهم الباب بتاع المدينة ودخلوا، فدلوقتي هم إيه؟ فرد عليه أحد المنافقين التانيين اللي زوا وقد فعلوها، فرح قال إيه هو بقى: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ويقصد بالأعز نفسه، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أبدا وسلم. أبدا القرآن سجل كده، ولكن سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر. فقام سيدنا عمر وقال: يا رسول الله دعني أن آتيك برأس هذا الرجل. علم من؟ علم عبد الله بن عبد الله بن أبي بما حدث من أبيه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن كنت آمرا أحدا بقتل عبد الله فمرني أنا آتيك برأسه. حتى لأنه هو كان بر جدا بأبيه، بس مش عاوز حد غيره يقتل أبوه، علشان ما يبقاش ينظر لقاتل أبيه كده تاخده الحمية يقتل حد مؤمن بمنافق بكافر. ده بر بقى، ودي الموالاة لله السلام، والموالاة لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، دي الموالاة الحقيقية. ومع ذلك ماذا رد نبي السلام على هذا الولد؟ قال له: لا، بل نحسن صحبته ما بقي معنا، وحتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لم ينف عنه الصحبة. يا سلام. أنا كنت أسأل حضرتك ليه سيد محمد سابه في موقف واثنين وثلاثة لم ينف عنه الصحبة، بل عند موته طلب عبد الله بن أبي المنافق، طلب البرد قميص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتكفن فيه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم القميص. يا سلام، صلى الله عليه وسلم. أي سلام هذا، وأي أمان هذا، وأي رحمة هذه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك موقف عظيم جدا حدث أيضا من ابن هذا المنافق، وكان صحابيا مواليا لله ولرسوله، وهم راجعين الأمور ما عدتش معاه برضو كده عبور عادي أبدا، وقف على باب المدينة، وأنت على علم بأن المدن زمان كان لها أبواب والناس تدخل باب كده، باب زويلة، باب الخلق، على باب مدن القاهرة. فوقف على باب المدينة عبد الله بن عبد الله واستل سيفه، وجعل الناس يمرون من تحت السيف. فلما جاء دور أبيه ليدخل قال له: توقف. فأبوه بص للابن كده قال له: ويحك، مالك، في إيه؟ سيبني أدخل زي ما الناس دخلت. قال: لا، والله لا تجوز حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو العزيز وأنت الذليل. رد عليه بقى بالقول بالآية القرآنية،
فهو العزيز وأنت الذليل، اقف مكانك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه عبد الله بن أبي ما يفعله الإب، قال له دعه يمر، يعني سيبه يدخل. فقال الولد لأبيه: أما وقد أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجز الآن ادخل. هنا بقى درس الالتزام. الله أكبر. الالتزام حتى والإيمان. لو كان أبيك نعم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخر الآية. سلام مع النفس وسلام مع الله وسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام. واللحظات دي بتبقى مؤثرة لأنه فيها الحب كله والجمال كله للرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت قابلت الرسول صلى الله عليه وسلم هتقول له إيه؟ لو أنت شايف حضرته دلوقتي هتقول له إيه؟ هتقول له إيه شيء؟ موقف رهيب. يعني أنا أتخيل لو أني في مقابلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن أطلب منه العفو والصفح وأن يسامح هذه الأمة على ما صدر منها أو على صدر من بعضها. أقول له: يا رسول الله عذرا يا رسول الله، لقد بدلنا كثيرا وغيرنا كثيرا وخنا كثيرا من الأمانة التي أمنا عليها في ديننا وفي دنيانا، يعني أطعناك قولا ولم نطعك فعلا، الكثير منا يطبق كلامك قولا ولا يطبقه فعلا، وهذا يتنافى مع إيمانك ومع وصاياك العظيمة التي تركتها فينا، كما ذكرت لنا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، وفي رواية: كتاب الله وعترتي، أي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الذين حباهم الله وحمتهم مصر من كيد أعدائهم في أوقاتهم، جاءوا إلى مصر ورحبت بهم مصر وامتلأت بهم الديار في مصر حبا وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولآل بيته الذين قال الله فيهم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يا لطيف اللطف بالقلب الشجي، شفع المختار فينا يا ولي. يا لطيف اللطف بالقلب الشجي، شفع المختار فينا يا ولي. ما لنا إلاك يا رب البكي، فاكشف البلوى وسامح بالنبي.